قولك الماكله يعني بارده وعاد كيقول كاكاكول، واش واحد كيهز عليك زروطه من الفوق وانت كتقرا وكيهز عليك زروطه من الفوق وانت كتخدم وكيهز عليك زروطه وانت من الفوق وانت كتجي كتخدم بالليل وكدير بزاف الحوايج بالليل، ما عندكش غادي دير، واش واحد كيضربك من الفوق وانت غادي تستسلم؟ راه ما عمرك تستسلم. فاجئونا في الصباح مع الخمسه الصباح، حيت القانون اللي كيقول في القانون ديال الدوله هذه كيقول الافراغ كيجي مع العشره، ما كيجيش مع الستة الصباح، ما كيجيش مع الخمسة الصباح. فرقعوا لنا لبيوتنا، لحوا لنا في البيوت، وانتم كتشوفوا كيريبوا في الخيرية، جابوا لي تراكس، جابوا الدامبيرات وجابوا الخدامة ديال الدولة، ودابا راه كيبنيو كيريبوا لنا في سميتو في البيوت ديالنا وحوايجنا، وباقي لنا أدوات ديالي أنا باش كنقرا في السونتر وداك الشيء، راه بقاو الفوق. وهاد الناس هادو راه كنحاول نقولها غادي نخلي لهم المسؤولية ديالهم، وكنقول لما لقيتش فين غادي نمشي ولا هذاك الشيء، راه غادي ندير شي حاجه في راسي قدام هاد الناس هادو. وانا كنقول لاي واحد اللي غادي يسمعني ولا هادي، انا كنقرا وكنحاول نقولها، وكنقول راه ما عنديش فين غادي نمشي، راه والله.